يا رب ما تكونش زهقت مني. موديل 2 بقى، يلا كده ركز معايا. اول سؤال: The story of the president's visit dominated newspaper نقط. بص يا مستر، الخبر كده او الجملة كده بتقول ايه؟ ان القصة بتاعت زيارة الرئيس dominated، يعني سيطرت على النيوزبيبر نقط around the world، العناوين الرئيسية. يبقى newspaper تمام، headlines. اللي بعده: I couldn't not in contact with many of my relatives قرايبي when I moved to Sharm الشيخ. لما رحت شرم الشيخ او عزلت ما قدرتش افضل في اتصال. يبقى I couldn't تمام keep in contact. ثلاثة: She was told تم اخبارها to go back to the doctor in 2 weeks، يعني ترجع تزور الدكتور في اسبوعين. If she hadn't، لو ما حصل لهاش تحسن. تمام، if she hadn't improved. أربعة: Most Arab young people، معظم العرب young people، الشباب العربي الصغير، have a nod of the USA as a very rich country، عندهم صورة الأمريكا كدولة غنية جدا. يبقى have a أو an image of USA. يعني image، image يعني صورة. تاني، image هنا يعني صورة. مستر معلش كده، طب ما في فوتو، ليه مش فوتو؟ قال لحضرتك فوتو دي الصورة اللي انت بتاخدها عن طريق الكاميرا، لكن image هي ممكن تبقى صورة في دماغك انت عن حد. يعني انت حد قال لك مثلا ان امريكا دي يا عم ما فيهاش تعليم والكلام ده كله، او سوري مثلا ان امريكا دي العيشة فيها مش حلوة والناس فيها ما فيش حريات والكلام ده كله، فانت بتكون ايه؟ بتكون image. هل انت بتكون فوتو في دماغك؟ لا، فيبقى دي صورة في الدماغ. 5. A specialist، الاخصائي، did a full heart not for their patient before the operation، قبل العمليه الجراحيه انت بتعمل فحص كامل للقلب. يبقى a full heart examination. Number 6. احمد حلمز، فيلمز، افلام احمد حلمي، are popular، مشهوره، because his ideas، عشان هو افكاره، are not too many people، بتجذب ناس كتير. يبقى are attractive، يعني جذابه. 7. all the tourists، كل السياح، admired، عجبهم، the knot of the beaches in Hurghada، جمال الشواطئ في الجردقة. يبقى the beauty، والبيوتي noun الصفة منها beautiful. 8. the restaurant owners، مالك المطعم، were knot by a young man claiming، يعني يدعي أو يفترض بدون وجود دليل، claiming to be the son of a millionaire، بيقول لك ان هم اتخدعوا بواسطة راجل كده ادعى ان هو ابن مليونير. اتخدع يعني تمام، deceived، كلمات الدراما. 9. Where do you have to put your hands when you not CPR؟ CPR تاخد دو، لو انت عايز بديل لدو تبقى بريفورم letter C. 10. Smoking is very bad for the respiratory system as it affects، فهو بيأثر على man's not badly، بيأثر على الرئتين. يبقى as it affects man's lungs badly، ولونجز يعني رئتين. 11. We not have a ticket with your name on or we couldn't travel. بص حضرتك كده بمنتهى الهدوء، لو انت ما قريتش الجملة للآخر والله العظيم هتتسوح، افتكرني بكرة والله لو ما قريت الجملة للآخر هتتسوح. couldn't في الماضي، فيبقى نص الجملة الأولاني في الماضي، فانا هضطر اطير must، وهضطر اطير needn't، وهضطر اطير have to، فتبقى الاجابة الصح had to. تاني، اقرأ جملتك للاخر. 12. employees يعني الموظفين، not accept the new conditions، يوافقوا على الشروط الجديدة، or وإلا they will be dismissed، هيتم رفضهم. يبقى هما مضطرين، يبقى ده إلزام خارجي، بس فين؟ will، في المستقبل، يبقى will have to. هو قصده في سؤال 11 و12 ان هو يقول لك ايه ده، ركز اقرا الجمله للاخر. 13. 13 ده لو انت صاحي معايا في الامتحان اللي فات والله العظيم انا قلته. The higher the temperature the not demand for ice cream، كل ما درجه الحراره بتعلى كل ما الطلب على الايس كريم بيزيد. يبقى the higher the temperature not the greater the demand for ice cream. كلما 14. I haven't made up my mind. في حد بقى حافظ مش فاهم، يلاقي كلمة made up my mind فيعمل كده ويقوم جاي كاتب فوقيها am is are going to. هو عنده حق، made up my mind و have decided بيعدوا دي، بس انا نهيت الجملة يا نجم، انا حطيت نقطة،
بص كده الجملة الجديدة. But I think, ولكن أعتقد. I not something nice in my wardrobe. أنا بعتقد حاجة ممكن لسه تعملها. يبقى ده اعتقاد. يبقى ده تنبؤ بدون دليل. صح كده؟ يبقى I will find. Letter C. 15. The presenter, المقدم. Asked the writer. Asked من الأفعال اللي بتاخد مفعول وتو المصدر. يبقى the presenter asked the writer to talk about Shakespeare's life. 16. A company's logo not to help people especially identify its products. والله يا مستر انت هنا بدأت باللوجو اللي هو المفعول. من المفترض ان اللوجو ده يساعد الناس. طب طالما مفعول يعني دي جملة باسيف. بص يا مستر هي ولا meant ولا means ولا meaning. هي is meant. مع العلم ان كلمة means لو جه وراها ing في الامتحان وافتكرني برضو هتبقى بتساوي include يعني يشتمل. تاني كلمة mean لو جه وراها verb ing في الامتحان هتبقى بتساوي include يعني يشتمل. اللي بعده if you find the shoes that I have told you about not them. بص يا مستر ده سؤال في قاعدة if. ودي if اهي ودي find اهي يعني مضارع. ودي if بتعتمد على الاحتمالية في المستقبل. يعني دي يا مستر if الحالة الأولى. وif الحالة الأولى بتقول الناحية الأولى مضارع الناحية التانية will والمستقبل. فا if you find مضارع will والمستقبل يا أستاذ يبقى will you buy them. 18 ليه will you buy مش you will buy؟ السؤال ده مش ذكي خالص لأن حضرتك السؤال بنبدأ بالفعل المساعد. 18 if we had a map. في حد بيتسرع بيفتكر ان انا طالما لقيت هاد يبقى دي ايه في الحالة التالتة. لا يا استاذي هنا هاد مش بعديها تصريف تالت فدي ايه في الحالة التانية عادي جدا. if we had a map we not able to get out of here. والله يا مستر هاد دي ماضي بسيط يبقى الناحية التانية would والمصدر. يبقى if we had a map we would be able to get out of there. 19 this isn't my book. ده مش كتابي. it is not. ده كتاب اختي. يبقى it is my sister's book. أني واحدة letter D كتابها يبقى my sister's book. 20 they are very kind to me. they treat me not their own son. بيعملوني وكأني ابنهم الوحيد. يبقى أنت دي حاجة مش حصلة. يبقى as if I were letter A. ده كده 20 سؤال بتوع التشوز. ننزل زي ما تعودنا ونحل الترجمة بتاعتنا. بيقول لك ايه translate into Arabic. All over the world على مدار العالم a lot of people are interested in using different means of communication. يهتم معظم الناس باستخدام طرق مختلفة لوسائل التواصل. تاني all over the world على مدار العالم a lot of people are interested in using different means of communication. خلي بالك ان كلمة means يعني وسيلة او وسائل يعني مفرد او جمع. يهتم العديد من الناس باستخدام طرق مختلفة للتواصل. This means هذا يعني أو this means sorry هذه الوسائل enable them تمكنهم to do various tasks أن يقوموا بأعمال أو بمهام various يعني different مختلفة. يا مستر ما كان يحط different ما حطيت لك فوق ما عايز يبقى متنوع. As quickly as they can بأقصى سرعة تتخيلها أو بسرعة التي تتخيلها. تمام كده دي الترجمة للعربي. طب تعالى نعمل الترانسليت للإنجليش وخلي بالك إنها كانت رخمة شوية هنا. رغم فوائدها الكثيرة بص كده رغم تبقى despite. كلمة رغم عرفها هي despite. فوائدها الكثيرة رغم despite دي بيجي وراها noun أو ing فالnoun هنا despite its. فوائدها كثيرة يبقى it's many benefits. أستاذ ممكن تقول it's many advantages. إلا إن مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا تتسبب في نشر الشائعات. Despite its many effects but مواقع التواصل الاجتماعي social networking sites. تاني social networking sites أحيانا تتسبب في نشر الشائعات. Sometimes cause spread إن إيه بقى؟ شائعات يعني rumors وخلق الفوضى and making chaos. chaos يعني فوضى تمام كده؟ في المجتمع in society. لذلك so يؤيد الكثيرون تقيلة دي شوية يبقى many people يؤيد يعني approve of
فرض فرض يعني imposing. دي أجمد. الرقابة الحكومية عليها اسمها إيه دي بقى؟ governmental observation. تاني، لا ده القطعة دي مهمة، ده أنا اتعلمت كلمات كتير. رغم يعني despite، تمام كده. مواقع التواصل الاجتماعي يعني social networking sites. نشر الشائعات يعني spread of rumors. مجتمع society يؤيد الكثيرون، يبقى many people approve of، بيجي وراها ing. فرض يعني imposing. رقابة حكومية يعني governmental observation. ده كان امتحان رقم 2. تمام يا شباب، ان شاء الله تكون استفدت. ركز معايا في الامتحان اللي جاي.